بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. إزيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن موديول مهم جدا، موديول خاص بالإنكريبشن أو ديكريبشن. ده بيتعامل مع الـ RSA، وطبعا بنعمل له امبورت من السايفر باكج. وظيفته ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك ان ده عبارة عن باكج او بابليك، بمعنى اصح ان البي ده اختصار لبابليك كي كريبتوغرافي ستاندر. يبقى الاختصار بتاعي لما اجي انطقه صح بابليك كي كريبتوغرافي ستاندر. جميل جدا، وده الفيرجن اللي اشتغل عليه. طيب تعالوا نشوف انا عملت ايه هنا. ايه الاول؟ اولا انا عملت امبورت الار اس اي البابليك كي بتاعي خلاص عشان اشتغل عليه، وعملت جنريت لي البابليك كي، وعملت جنريت لي الايه البرايفت كي، خلاص فصلتهم عن بعض. طبعا عندي الراندوم وعندي البيز 64 والاس اتش اي هستخدمها في الجزء الخاص بالديجيست او الديجيست سايز. المهم رحت على البابليك كي كتبته على ملف سميته باب دوت اكس تي، طبعا عملت له ديكود بالاسكي زي ما انتم شايفين. بعد كده البرايفت كي نفس الكلام كتبته على برايفت دوت اكس تي، وبرده عملت له ديكود بالاسكي قبل ما اكتبه على الملف. خلاص كده تعالوا نبدا نشغل السكريبت كده نشوف. تمام، نشوف كده البرايفت كي هنلاقيه انكتب خلاص على الفايل، والبابليك كي خلاص انكتب هنا. هنا بيديني مثال لعمليه الانكريبشن ومثال لعمليه ايه الديكريبشن. بيقول لك اول حاجه خالص لازم تقرا الايه الكي بتاعك خلاص اللي هو كده. يعني لو نسخت كده قلت له والله RSA import key، هعمل import key. حلو قوي، انا هخلي key underscore بحيث ان انا عندي key فوق عشان ما يختلفش. بس هقرا مين بقى؟ هقرا والله البابليك كي اللي موجود عندي، ده اللي انا هشفر بيه دوت ريد خلاص. يبقى انا ده فتحت البابليك كي وقراته اللي انا سيفته عندي في نفس المسار، وهعمل له امبورت وهيعمل سيف فين؟ في الكي اندرسكور. طيب تاني خطوه عندنا مين؟ هبدا استخدم الموديول بتاعي، هقول له دوت نيو واديله الكي بتاعي. خلاص يا سيدي مفيش اي مشاكل، اهو اديته الكي اندرسكور طبعا. بعد كده اقول له ايه برنت، خلي مثلا نقول انكريبتد مسج هيساوي، هقول له بيز 64 دوت بيز 64 انكود بالشكل ده. هبدا ان انا اديله ايه المسج بتاعتي خلاص اللي انا اشتغل عليها، او الانكريبتد مسج بتاعتي اللي هشتغل عليها دلوقتي. فبقول له السايفر بتاعي، اقول له والله سايفر دوت ايه انكريبت وهدي الرسالة بتاعي هالو وورلد بالشكل ده كده. نعملها برنت كده ونشوفها. قبل ما اعملها برنت انا ما عملتش حاجة جديدة، كل اللي انا عملته قلت له الكي بتاعي خلاص هعمل له ايه؟ هعمل له امبورت. طب منين يا عم الحاج؟ هقرا ملف اسمه بابليك كي، ده اللي موجود فيه البابليك كي بتاعي، هتاخده وهتمرره عند مين؟ للموديول بتاعي اللي هو مين؟ بابليك كي كريبتوغرافي ستاندر بتاعي ده. هيبقى ناخد منه نيو خلاص، وهنديله مين؟ الكي بتاعي اللي انا عملت له قراءه او اخدته من البابليك كي دوت تكست. بعد كده الانكريبتد مسج بيساوي ايه؟ بيساوي الانكريبتد مسج بتاعتي بس ايه؟ انكودد بالبيز 64 خلاص، واستخدمت السايفر عملت انكريبت الداتا بتاعتي. تعالوا كده نشوف، ما نيجي نشغل السكريبت. بيقول لك is not defined it. فين؟ لان اعمل له امبورت فوق، اه طبعا ما عملتلوش امبورت،
فلازم نعمل له ايه امبورت كوبي، اقول له هنا ايه from crypto dot cipher اعمل لي امبورت مين للموديول بتاعي، نعمل سيف، شغل سكريبت. طبعا انا كاريت ملفات من اول وجديد خالص، المفروض كنا عطلنا الكلام ده بس مش مشكله. زي ما انت شايف طبعا لي ايه الرساله اهي مشفره. طيب عشان نفك التشفير الامر بيختلف شويه، هقول له السايفر بتاعي ده نفس الكلام هنا كده كوبي، ناخده بس كده، هقول له هنا الدي، ناخد اوبجكت عادي جدا بس الكي بتاعي ده بقى يختلف، هقول له البي اندر سكور كي البرايفت كي بتاعي اللي هشتغل عليه بيساوي rsa dot import key. تمام قوي. هفتح مين بقى المره دي؟ هفتح البرايفت كي عشان اعمل ايه فك تشفير. هقول والله افتح لي البرايفت كي. تمام، واقول له هنا البي برايفت كي اندرسكور كي. تمام، بعد كده هقول له هنا ايه برنت للدي دوت ديكريبت. اول حاجه خالص بياخد الانكريبتد مسج، بس انا اقول له انكريبتد مسج دوت او هشتغل على البيز 64، اقول له بيز 64 دوت بيز 64 دوت ايه او ديكود على طول. تمام، عشان اعمل ديكود ليها بالشكل ده. تمام تمام يا سيدي. طيب بس كده؟ لا طبعا مش بس كده. بيقول لك يا سيدي بناخد الاتي، بيقول لك لازم تشتغل على افريج داتا لينس وانت شغال على مين؟ على الارجيومنت التاني. طيب اريحك بكل بساطه هتقول له random dot new dot read ده argument بتاعي اللي هياخده خلاص كده، واقول له ايه 15 على هنقسم على ايه على ال s h a dot digest underscore size بالشكل ده كده يا سيدي. تمام كده، تعال بس نشوف عدد الأقواس لأن البرنامج ده. تمام تعال نشوف اشتغل بقى CLS، اشتغل على سكريبت، شيل سلاش دي. انتجر argument اكسي جوت فلوت، قال لك في فلوت هنا يو راندوم ريتيرن فين بالظبط يا سيدي؟ لاين 29 في ار اس اي دوت بي. طيب كربت اشتغل على الريد خليه 15، يبقى انا اقول له مثلا هنا انتجر عشان ايه بالشكل كده كده CLS. زي ما انت شايف قال لي هالو
world. جميل 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 جميل. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا encryption وديكريبشن. خلاص الموضوع سهل جدا. لو جينا نفصل كده بالشكل ده هل لقينا قرأنا ال RSA public key واستخدمناه في عملية الايه؟ encryption. وبعد كده قرأنا ال private key واستخدمناه في عملية decryption. ودي كانت النتيجة بتاعتي. شفر وبعد كده فك التشفير. بالنسبة للملف ده ان شاء الله هرفعه لكم مع محتويات الدرس. اتمنى الدرس يكون عجبكم يا شباب. طبعا عندك هنا تقدر تشوف الامثلة وتشتغل عليها. تمام. انا بسطت بس على قد ما اقدر هنا. الزيادة بس ان انا عملت سيف الملفين. كل ملف فيهم بيحتوي على كي معين. public key والبرايفت كي. قراءة البابليك كي واستخدمته في التشفير. وقراءة البرايفت كي واستخدمته في فك التشفير. ده بالنسبة لإيه؟ لدرس النهاردة. وده كان الموديول بتاع النهاردة اللي هو بابليك كي كريبتوغرافي ستاندرد. خلاص؟ شكرا ليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.